يعطيكم العافية. اليوم حبيت اعمل بس هيك مؤتمر صحفي قصير لحتى نتوجه لطلاب الشهادة الثانوية واحكي عن المرحلة اللي مرقت بالتعليم المتوسط بالشهادة المتوسطة والمشاكل اللي واجهناها، ونرجع ننتقل شوي نحكي عن الشهادة الثانوية. بدي اشكر دائرة الامتحانات ووزارة التربية والمدير العام على هالجهد اللي انعمل فعلا، وخاصة المناطق التربوية والاساتذة اللي ساعدون، لانه اللي صار بالشهادة المتوسطة ورغم انه مش هيدا كل شيء نحن نطمح له، انما ما حدا بينكر انه صار في نقلة نوعية بالامتحانات، ما وصلنا لمطرح ما بدنا، انما صار في انجاز حقيقي بلش يبين وبلشنا نمشي على الطريق الصحيح. بدأ شوية وقت وان شاء الله السنة الجاية بنقدر نعود. بدي ابعت رسالة لرؤساء المراكز اللي هن مستلمين مراكز الامتحانات الاساتذة، وبدي اقول لهم انه انتم مسؤولين عن مركزكم وبتتحملوا مسؤولية المركز، وما حدا بيقدر يفوت على المركز بدون اذنكم، لا قوى امن داخلي ولا جيش ولا ضباط ولا نواب ولا وزراء ولا رؤساء بلديات. ممنوع حدا يفوت على مركزكم، وانتم بتتحملوا المسؤولية اذا حدا بفوت على المركز بدون اذنكم. ما حدا يجي يقول انضغط علي او حدا فات. قيادات القوى الامنية عم تجزم على كل عناصرها عدم التدخل داخل المراكز، بالتالي اي خرق بتكونوا انتم مسؤولين عنه وبتتحملوا مسؤوليته. صار في خلل ببعض المراكز خلال الشهادة المتوسطة، وهذا الخلل مثل ما قلت يمكن البعض نسبه لتدخلات من خارج القطاع التربوي. مشان هيك برجع بقول لهم وبشد على ايدهم، ما حدا بيقدر يتدخل معكم، انتم مسؤولين عن مراكزكم وممنوع حدا يتدخل، واي خلل بيصير انا بدي احملكم لكم المسؤوليه. موضوع الاساتذه اللي موجودين وبعض التسريبات اللي كانت عم بتصير، صح ما حدا عم بيحمل مسؤوليه بس للطلاب للاساتذه، الطلاب بتحاول تغش وين ما كان بكل العالم مش بس بلبنان، بس اللي مش مقبول انه يكون في اساتذه عم بيشاركوا بعمليات الفوضى. البعض منهم كان عم بيوزع الامتحانات عن الواتساب، وحتى لو بعد ما بلشت المسابقه ب20 دقيقه ممنوع، واللي وزعها قبل ما تبلش المسابقه وانكمشوا كمان ممنوع. واكثر من هيك بدي اقول في بعض الحالات بفوتوا بعض المعلمات اول نهار كانوا متشددين وفق الآلية الجديدة اللي اتبعناها، بالنهار الثاني او الثالث بلشوا يحسوا بما انه هذه الامور وماشية يسترخوا. لا نحن حتى بعمليات التصحيح بس نقدر نشوف من الآلية اللي متبعينا، نقدر نعرف بكل غرفة مين غاشش عن مين، والمراقبين بدوا يتحملوا مسؤوليتهم. هالمرة عم قول ما رح تمرق الامور مثل كل سنة، اللي بده ينكمش ما عم يلتزم بالقوانين بده يتحاسب. بتمنى عليكم انه نكفي بهالروحية بالشهادة الثانوية. في بعض المشاكل واجهناها انه الاساتذة كمان كانت عم تنتقل لمناطق بعيدة، طبعا رح نجرب نصغر الزون لحتى نقدر نأمن مناطق اقرب للاساتذة اللي بيروحوا يراقبوا. نحن الخلل اللي كان عندنا مركز عمل الاساتذه على داتابيس مش مركز سكنهم، بقى يمكن التوزيع ما كان عادل بناء على الموضوع. هذا الموضوع نحن راح نعالجه باسرع وقت. بلش التصحيح، بلشت عمليه التصحيح امبارح. طبعا لاول مره نحن فيني اقول امبارح صار في عندنا شويه فوضى، نحن بنعترف ليش صارت. بعض المناطق اجى عندنا عدد المصححين اكثر بكثير من ما كنا متوقعينه، والخلل من عنا انه ما عنا كانت داتا من الاول وعارفين مين بده يجي. متعارف عليه كانوا بيجوا على مراكز التصحيح وعلى الباب بيسجلوا اسمائهم وبينقبلوا اذا نازل وردة اسمائهم بدائرة الامتحانات، وبعدين بفوتوا على التصحيح. هيدا الشيء سبب لنا خلل ببعض الاماكن خاصة بصيدا وبطرابلس، ما بعرف اذا بالبقى نفس الشيء، لكن هيدا الموضوع نحن عم نعالجه. هلا قدرنا نأمن غرف اكثر وطوايل اكثر للاساتذه، وبنعتذر منهم سلف على اللي صار امبارح، وان شاء الله اليوم بيكون افضل وبكره حيكون احسن، وعلى امل انه نقدر ننجز عمليه تصحيح امتحانات الشهاده المتوسطه. بعرف انه دائره الامتحانات عم تطلب مني وقت اكثر، ولكن انا بتمنى عليكم المدير العام تعمل جهد. بعرف انه ما عم بتناموا صار لكم جمعتين انتم، بس بتمنى عليكم نقدر
بعرف كمان رمضان. نتمنى عليكم انه نقدر ننجز خلال نهاية الاسبوع القادم هذا الموضوع. اذا صار في تأخير نهار او نهارين بنشوف كيف بدنا نعالجه، بس ان شاء الله نقدر نطلع نتائج نهاية الاسبوع القادم. واللي بدي اقوله كمان موضوع اللي نحن بحاجة له هو هو الاساتذة اللي ممكن يساعدونا بداتا انتري، يعني مدخلين المعلومات. عم يجي لعنا عدد كبير من الاساتذة للتصحيح، ولكن عنا نقص بالداتا انتري لحتى نقدر نعجل بادخال المعلومات ونطلع نتائج بسرعة. هذا الموضوع اي استاذ او متعاقد ان كان بالمدارس الرسمية او بالمدارس الخاصة بيقدر يجي يساعدنا لحتى ندخل المعلومات، يلتحق بالمراكز او يتصل بدائرة الامتحانات على 01-77-20-50. وهذا الرقم هو ذاته لكل الاهالي اللي عندهم شكاوى، عم بيكون في ناس عم بيردوا عليه كل الوقت، وانا كل ساعتين ثلاثة بتصل بتأكد انه هيدا الشيء عم بيصير وعم بيصير بشكل جدي، مش مزبوط الكلام انه ما حدا برد عليه للرقم. بدي احكي على الامتحانات اللي هي اليوم عم نحضر لها بموضوع التعليم بالشهادة الثانوية. عنا الامتحانات بتبلش بكرة، في عنا 298 مركز موزعين على المناطق اللبنانية، في عنا 41994 تلميذ. يتوقع حسب ما فهمت من المدير العام انه بغيب منهم البعض اللي مقدم على الباك الفرنسي، يعني يمكن ينقصلوا شيء 2000 تلميذ 2500 تلميذ. موزعين على المحافظات على الشكل التالي: بيروت 4396 تلميذ، شمال 7846، جنوب 5243، جبل لبنان 16162، وهذا الرقم خلوه بالبال لانه هلا بدي ارجع له بعمليات التصحيح. النبطية 3165، البقاع 5182. ليش قلت بدي ارجع له؟ لانه بموضوع تصحيح الامتحانات نحن عملنا تصحيح بعدة مناطق مثل ما قلت، بطرابلس، بجبل لبنان، بجوني وبجديدي، ببير حسن ببيروت، وبصيدا وبزحلة. بينما عدد طلاب اللي هن عم ياخذوا امتحاناتهم بجبل لبنان هو الاكبر بشكل واضح 16162، عدد المصححين بجبل لبنان يمكن ما تجاوز الـ40. بينما بنشوف بصيدا مادة واحدة اجينا فوق الـ120 مصحح على مادة واحدة، كذلك بطرابلس. مشان هيك بتمنى على الاساتذة بجبل لبنان يقدروا يلتحقوا او يتوجهوا او يتصلوا بدائرة امتحانات اللي مستعدين يساعدونا بعملية التصحيح. ونحن بكل الاحوال نرجع نعمل توزيع للامتحانات على عدة مناطق بشكل عادل لنخلص بسرعة اكتر. موضوع اللي بدي احكي فيه كمان هو الطلاب اللي عم يشتكوا من مادة الفلسفة، وهذا الموضوع الاساسي اليوم لكل طلاب الشهادة الثانوية. وبدي يسمعوني شوي بشكل واضح لانه بلشت الشكاوى على مادة الفلسفة من بداية العام، صار في التباس، صار في معلومات منا دقيقة، خلت الامور شوي تتخربط على اي محاور عم نضيفها ما كانت موجودة بالسابق. وانا كوزير كان عندي صلاحية انه اقدر الغي مادة الفلسفة من الامتحانات، ولكن مش هو الخيار الصائب. صار في اجتماع مع المعنيين واتفقنا على تبسيط مادة الفلسفة، وراح لكم كيف راح بتكون. واللي بيسمعني بشكل واضح من طلاب الشهادة الثانوية بيشوف قديش صارت سهلة الامور بالنسبة له، اللي بيدرس مش ممكن يسقط خاصة بهالمادة. بمادة الفلسفة والحضارات الفروع علوم الحياة، العلوم العامة، والاجتماع والاقتصاد، التلميذ بده يختار محور واحد، يعني بده يختار المرشح موضوع واحد من ثلاث مواضيع، كل موضوع من محور. مسابقة الفلسفة والحضارات لهذه الدورة ستقتصر على الدروس التالية من كل محور. يعني اليوم أنا عم أقول في عنا ثلاث محاور بدهم يركزوا عليها. بمحور الإنسان أولا، وهن فيهم يختاروا أو محور الإنسان أو محور المعرفة أو محور الأخلاق، هن عندهم واحد من المحاور بدهم ينقوه. بمحور الإنسان لغينا ثلاث دروس
باقي عندهم دروس اللي بده يركزوا عليها هن الميول او الذاكرة او الوعي واللاوعي. بمحور المعرفة كمان لغينا درسين، باقي عندهم مناهج الرياضيات، مناهج علوم الطبيعة لفرعي العلوم العامة وعلوم الحياة، او يزاد عليهما درس مناهج علم الاجتماع لفرع الاجتماع والاقتصاد. والمحور الثالث هو محور الاخلاق، وكمان حذفنا 4 دروس، باقي عندهم الخير والقيم او الضمير. يعني عندنا درسين بدهم يدرسوهم بهالمحور. برجع باكد، التلميذ مسؤول على محور واحد هو اللي بده يكون عم بيمتحن فيه بهيدا الجزء. هلا في عنا اضافه لهالشيء فرع الاداب والانسانيات. بالفلسفه العربيه تتالف الفلسفه العربيه من 6 محاور. هون بده يختار المرشح موضوع من 3 مواضيع، وكل موضوع من محور. اما المحاور المطلوبه كمان حصرناها ب3 محاور: محور الانسان، محور المجتمع، ومحور قضايا معاصره. بمحور الانسان الغاء المحاور التاليه: الاخلاق، المعرفه، والالهيات. هيدي المحاور بمحور الانسان، هيدي الدروس تم الغاءها. مشان هيك اذا في شيء غلط صلح لي استاذ باللي عم اقوله. بالفلسفه العامه نعم. بقى محور المجتمع ومحور قضايا معاصره. بمحور قضايا المعاصره في عنا درس الحريه والتقدم والتراث والحداثه. يعني عم نمتحن بمحور قضايا معاصره في درس واحد، هو درس الحريه والتقدم والتراث والحداثه. برجع بقول كمان بالفلسفه العامه هول الطلاب بدهم ينقوا واحد من هالمحاور. في عنا الفلسفه العامه كمان مطلوب 3 محاور، يعني لغينا 4 باقي 3: محور الانسان او محور المعرفه او محور الاخلاق. بمحور الانسان الدروس المتبقيه اللي لازم يركزوا عليها هن الوعي واللاوعي، الادراك الحسي، والعادات. بمحور المعرفه بده يركزوا على الدروس التاليه: مناهج رياضيات، العلم، والفلسفه. يعني هون حذفنا لهم درسين اللي هن مناهج علوم الطبيعه ومناهج التاريخ وعلم النفس، هول انحذف بمحور المعرفه. بمحور الاخلاق كمان في عنا 3 دروس: الخير والقيم، الضمير، الحق، والواجب. اي تلميذ بيركز على هالمحاور هو بده ينقي محور واحد منهم وبيدرس، فعليا لازم يكون جاهز لينجح فيها لهي المادة. بعرف انه كتير شكاوى كانت عم تجي عليها، وكتير في ناس عم يشتكوا من الخربطة اللي صارت باول السنة. اذا في تعديل عن السابق وفي محاور انضافت ما كانت موجودة، لا، اليوم عم قل لهم رحنا وبسطنا لكم اياها اكتر، واذا بتركزوا على اللي قلت لكم اياهم صارت كتير بسيطة، حذفناكم كتير من الدروس، بس الباقي عليكم انه تدرسوهم. وهيك منكون حلينا موضوع الفلسفة. وبتأمل أن الطلاب ياخدوا هالامتحانات بشكل جدي. موضوع الغش ما يتكلوا عليه، مراقبة عم بتكون قوية، ولكن الامتحانات برجع بقلهم مثل ما قلت للشهادة المتوسطة رح تكون مبسطة ورح بتكون غير تعجيزية. نحن بدنا اياكم تتكلوا على حالكم لتنجحوا، وانا واثق مثل ما طلعوا مرتاحين طلاب شهادة المتوسطة رح تطلعوا انتم مرتاحين. بعرف انه هلا عم نعمل امتحاناتنا بشهر رمضان المبارك، وبهالمناسبة بدي اتمنى لكم اولا، اتمنى لاهاليكم، اتمنى لكل اللبنانيين ولكل المسلمين شهر مبارك، وان شاء الله هالشهر بيعطيكم نتائج افضل. نحن عم تعمل امتحاناتنا يوم ايه يوم لا لحتى ما يكون في ضغط، وبتبدأ الامتحانات بكرة يوم الخميس وتنتهي جمعة الجاي نهار الجمعة. بدي احكي على موضوع
الاحتياجات الخاصة قبل ما انهي. عدد الاجمالي الحالات اللي عنا اياها هن 250 حالة. في عنا 70 حالة من الاحتياجات الخاصة و166 حالة عندهم صعوبات تعلمية. وعدد المراكز موزعين عليها بالمحافظات هن 55 مركز. برضو بدي ارجع اقول هيدا الملف نحن بعدنا عم نشتغل فيه، عملنا فرق عن الماضي، ولكن المدارس الخاصة اللي عم يعني عم تستعمل هالملف لغايات تجارية بدها تتحاسب، والمدراء اللي عم بيتاجروا بهذا الموضوع بدهم يتحاسبوا بعد الامتحانات. ما راح ندفع الطلاب الثمن، عم نحاول نساعد قد ما فينا بهذا الملف، ولكن صار واضح انه في مشاكل كتير كبيرة بهذا الملف مع المدارس الخاصة، وهذا راح نعالجه من بعد الامتحانات الرسمية. بدي اتشكركم، واذا في اسئلة مع الاخضر. بالنسبة للتعديلات بمادة الفلسفة، من اي وقت صار معهم هودي المعلومات اللي عم تحكي عنه، الحذف او التعديل الطلاب، من اي وقت معهم؟ هلا اول مرة عم خبرهم اياهم. شو انا اليوم اللي عم خبرهم اياه، شو هو اللي قررنا ما نمتحنهم فيه؟ يعني عم نقول لهم هن كان يفترض، انا ما كان بدنا نحكي من قبل لا يدرسوا، هلا دارسين اللي دارسينه، بس بالامتحان الفلسفة كانت عاملة عقدة للطلاب، احكيك اياها بكل صراحة وكل العالم بيعرفوا، خاصة مع الخربطة اللي صارت. هلا انا وعم بقرا انا حسيت حالي كمان مش متابع، كيف هالطلاب اللي بدو يدرسوا كل المحاور؟ نحن لسنت هيدا هاي الاجراءات لهالسنه، خلينا نكون واضحين، لسنت الجاي بدنا نقعد مع الاساتذه ومع المركز التربوي بشكل اوسع واوضح، ونحط شيء اسهل ومبسط لكيفيه المعامله التعامل مع ماده الفلسفه. لا جيتك هالشغله ولا باسكتك؟ لا منا غريبه، لاقول لك شو، اذا بترجع الى القانون وبتدرسي الوزير عنده حق يلغيها. انا هلا كان في يطلع الغي كل الماده، عندي حق غير بالتوصيف تبع الماده، مزبوط حضره المدير العام؟ بقى هيدا القانون ليش بيعطي الوزير هيدي، ليش بيسمح؟ هيدا الوزير بيقدر يعملها ساعة اللي بده. هلا اليوم اذا بدي اطلع الغي ماده الفلسفه كنت باخذ قراره بالغيها، شيك؟ انا طلعت حجم المشاكل وحجم الالتباس اللي موجود، ايه بدي بسط له الموضوع مادة الفلسفة. هلا اكيد حيطلع بكرة اعتراضات، وبعض الاساتذة حيقولوا انه يمكن عم نضرب الشهادة الرسمية، لا ما عم نضرب، اللي عددتهم انا كافيين اذا بيدرسوهم الطلاب انه يكونوا على يعني على مكان يقدروا ينجحوا فيها وياخذوا شهادة الى قيمة. اللي ما عم بعمل لهم اياه انا انه ما عم بترك لهم حياتهم كلها معقده حول هالماده وينضربوا ببقيه المواد قد ما خايفين منها. هذا الموضوع قرار بعود لوزير التربيه، وانا لو ما الي هالحق وفق القوانين ما كنت باخده. في ناس حتعترض وفي ناس حتكون راضيه عنه، وهذا انا بعرفه قبل ما ياخذ قرار.